الراجل والست ايد واحده مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور وليه رساله واحنا في برنامجنا ضد الرجاله عفوا اشباه الرجال بنعرض معاناه الست مع اشباه الرجال انتظروني على المنصات اللي هتظهر قدامكم علي الشاشه دلوقتي. النهارده موضوع حلقتنا هو الست والراجل وقت الفراق بيبقوا عاملين ازاي او بيمروا بايه اول حاجة هنتكلم عليها الست احساسها بيكون عامل ازاي بعد الفراق احنا كستات لما بنحب راجل قوي وبنتعلق بيه وبنبقى فرحانين بيه وبنبني عليه امال ومستقبل وبيت ويجي بعد كده الراجل ده يبعد او يتخلى او يخون فاضطر ان انا ابعد الست هنا بتكون اول مرحله مرحله عدم الاستيعاب ان هي مش مصدقه ان الراجل ده ممكن يبعد او ممكن يخرج من حياتها ويسيبها بسهوله بيجي بعديها المرحله الثانيه وهي مرحله الاستيعاب انه خلاص مشي ومش راجع تاني وان فعلا القصه انتهت هنا بقى بتيجي مرحله الصدمه انه ازاي هو قدر يمشي ويعيش حياته طبيعي ويديها ظهره كانها لم تكن وكانها ما وكانها قصه ما كانتش موجوده في حياته اصلا ويعرف واحده تانية ويضحك ويهزر ويخرج وعايش حياته طبيعي جدا وهنا بتتوجع قوي بيجي بعدها المرحله الاصعب علينا كستات وكبنات مرحله الصدمه مع الغضب بتبقي مصدومه وغضبانه وجواها طاقة غضب كبيره قوي لدرجه ان هي ممكن تنام مش قادره تقوم اصلا ولا عايزه تقوم ولا عايزه تواجه الحياه مش قادره تمارس حياتها الطبيعيه مش قادره تشتغل مش قادره تاكل مش قادره تشرب وبتتمني لو الزمن يرجع بيها لورا تاني وتفضل موجوده بين ايديه وبين احضانه وبين الامال اللي كان معيشها فيها وهنا الست بقى بعد كل ده بتوصل لمرحلة الاستيعاب مرحلة الاستيعاب ان هي بتستوعب ان الراجل ده ما بقاش فعلا موجود خلاص بيبدأ يتكون مشاعر كره ناحيته ان هي بتكرهه عشان اذاها وعشان خزلها وعشان خانها او اي سبب كان بسبب الفراق وان هو كسر بخاطرها كسر الخاطر هنا بيبقى كبير قوي الست هنا بتحس او بتسمع صوت قلبها بيتكسر وبيتدغدغ وبيتوجع لدرجة ان هي بيبقى نفسها تصرخ من كتر الالم اللي حاساه تبدأ هنا تتكون مشاعر كره ناحيته وان هي ازاي كانت مربوطة بالشخص ده وبعد السنين او بعد الوقت ده كله قدر يهون عليه العشرة وهي تهون عليه ويا بعد بعدها بقى المرحله المهمه مرحله التعافي ايوه مرحله التعافي لا هيبقى هي في... لا هيبقى فارق معاها ولا فارق معاها قرب ولا فارق معاها بعد ولا فارق معاها تعرف عنه اي حاجه لا بتحبه ولا بتكرهه ولا فاكراه ولا نسياه بالنسبه لها بقى شخص عادي رجعته شخص في مكانه الطبيعي ان هو شخصه زي زي اي حد هي بتعرفه في حياتها غير مهم هنا الست بقى بتبدا تهتم بنفسها وتهتم بشغلها وتهتم بمظهرها وبتهتم بلبسها وبتبدا تحلو وبتبدا تنجح بتبدا تبقى اقوى وتبقى اجمل وتبقى احلى و... وروحها ترجع للحياه من تاني هتسال عشان كده دايما بنقول الست بتحلو بعد الطلاق او بعد الانفصال ليه؟ لان هي بتبقى كل الطاقه بتاعتها طاقه الاهتمام بتاعتها مرسخاها في الشخص ده بتهتمي بيه وبتفاصيله وبيومه وباكله وبشربه وبحبه وكل حاجه فيه وبتنسى نفسها عشان كده لما بتيجي تنفصل او تيجي تتطلق بتسحب الطاقه بتاعت الاهتمام اللي كانت مديها له وتديها لنفسها لان هي ما بيبقاش عندها حد مهم في الحياه في الوقت ده او في التايم ده زي نفسها فبتبدا تحلو وتبقى اقوى وتبقى انجح وتبقى اجمل وهنا الست بتزدهر زي الورده اللي بتبدا تفتح تاني و... وتبقى اجمل زي ما قلنا واحلى والاهم انها لازم تبقى اقوى واي ست بعد اي تجربه بتمر بيها سواء خذلان سواء خيانه سواء الم سواء وجع لازم تبقي اقوى ولازم تقفي على رجلك ودي مش اخر المطاف ودي مش اخر الدنيا ودايما هنقع ودايما هنقف اهم حاجة يبقى عندك ايمان بربنا انه الاحسن وعندك ايمان بربنا ومقتنع ان بعد العلاقة دي ما انتهت انك تحمدي ربنا ان الشخص ده خرج من حياتك لانه ما كانش فيه خير ليكي بعد الفاصل هنقول لكم مشاعر الرجالة او تصرفاتهم بعد الفراق تبقى عاملة ازاي رجعت لكم تاني وهنا بقى هنقول لكم الراجل بعد الانفصال او بعد الفراق بيبقى عامل ازاي اول حاجه في الاغلب طبعا ان زي ما متعرف عليه الراجل بيحب هو ياخد قرار الانفصال الاول او بيعمل حاجه تخلي قرار تؤدي لقرار الانفصال طيب اول حاجة مرحله بيمر بيها الراجل بعد الانفصال هي مرحله الغيبوبه يعني ايه مرحله الغيبوبه زي المدمن المخدرات اللي واخد جرعه كبيره قوي ففي الفتره الاولى بيبقى عنده اشباع او اكتفاء ذاتي من المشاعر ناحيه الشخص ده فبيحسش بغيابه واللي بيساعده في كده اصحابه وقرايبه وعلاقاته اللي هو داخل فيها ومش لازم تكون علاقات بس عاطفية لا كمان ممكن تكون علاقات صداقة ومعارف وبنات ومرواح ومجاي وخروج ومش في دماغه اي حاجة وضرب الدنيا زي ما بنقول صرمة وعايش حياته بالطول وبالعرض فما بيحسش بالألم بتاع الفراق وكمان اللي بيساعده في المرحلة دي اه تصرفك انتي لما هو جاي يمشي انك تلح عليه ان احنا نفضل مكملين مع بعض ده بيعلي الايجو عنده ان انت تقعدي تتصلي بيه يعملك لك بلوك تتصلي بيه ما يردش فهو آه طول الوقت بحسس ان هو عايز يجري عايز يجري من المطارده اللي انت بتعمليها عليه آه هروب مش اكتر وانا اتخنقت وانا زهقت والكلام ده كله اللي كلنا عارفينه تاني مرحله بيمر بيها الراجل بعد فتره مرحله المراقبه ما اول حاجه عايزين بس نعرف ان مرحله الغيبوبه دي بتفضل معاه مثلا من شهر لشهرين واحيانا بتوصل لسنه على حسب الفتره اللي انتوا قضيتوها مع بعض تاني مرحله بقى مرحله المراقبه يبدا يحس ان كان في حاجه في حياته او في خانه موجوده في حياته بقى فيها فراغ في حد كان موجود بقى مكانه فراغ يبدأ يدور عليها يبدأ يشوف الاستوريهات بتاعتها يبدأ يشوفها بتروح فين وبتيجي منين يروح الاماكن اللي كانوا بيروحوها مع بعض او يروح الاماكن اللي عارف ان هي بتروحها يروح الاماكن اللي اصحابها بيروحوا فيها يسأل اي شخص عنها من بعيد كده عشان عارف ان هو هيوصلها بطريق غير مباشر آه عشان كده بنقول ليه هو تيجي البنات تسأل هو ليه بقى يشوف الستوري بتاعتي بعد فتره طويله قوي من الانفصال عشان هو دلوقتي في المرحله دي مرحله المراقبه لما بيلاقي في مرحله المراقبه حاجه من الاتنين هو بيبقى بيراقب عشان يعرف انتي نجحتي او انتي فشلتي او انتي وقعتي او انت اتعافيتي او انتي بقيتي اقوي او انتي ارتبطتي او لا لما بيلاقيكي بقيتي ناجحه وبقيتي احلى وبقيتي اجمل وعايشه حياتك بتيجي هنا مرحلة الرجوع بتحلوي في عينه تاني لا هي ازاي كده عايشة ومرتاحة من غيري والدنيا بالنسبة لها جميلة لا لا لا, لا ما ينفعش الكلام ده دي بتاعتي ولازم ترجع لي بس هنا الراجل ما بيبقاش عنده القوة بعد كل الفترة دي ان هو يجي يقول انا عايز ارجع فبيعمل ايه يدخل عندك على, على السوشيال ميديا يعمل رياكت على صورة او رياكت على فيديو او تبقى انت عاملة ستوري يعمل عليها رياكت او ينزل ستوري هو عنده لو انتوا لسه فرانس عند بعض عشان يلفت نظرك اللي دي بتجمع ذكرى بينكوا اغنية كنتوا بتسمعوها مع بعض مكان كنتوا بتروحوه عشان يحيي الذكريات جواكي والاحاسيس تاني فانتي تروحي معلقة على الفيديو ده او على الرياكت ده او على الكومنت اللي هو عامله فمن هنا ييجي اللينك من هنا رجعنا من هنا الدنيا بقت طبيعي وهنا مش هقولك بقى ايه ارجعيله لا يا حبيبتي احنا ما بنقلبش في الماضي ولا نبكي على اللبن المسكوب واللي بعنا خسر دلعنا على راي الفنان رغب علامة هنا بقى لما يرجعلك هنا وقتها ما ينفعش تقفلي الباب في وشه اوعي لا انت تقفلي الباب على وشه ايوه زي ما بقول لك تقفلي الباب على وشه عشان ما يرجعش تاني الماضي لو كان فيه خير ما كانش بقى ماضي والاكس لو فيه خير ما كانش مشي والعلاقات السامه لو فيها خير كانت استمرت وما ينفعش ان احنا نتعافى من علاقه سامه او من فراق او من وجع وشخص اذاني وشخص جه عليا وقعد يلف ويشوف حياته ويضحك ويهزر ويعرف دي ويعرف دي ويعرف دي ويعرف دي وبعد ما يخلص ويفتكر ان كان في بني ادم روح وقلب ودم معاه وبتحميه وبتاخد بالها منه وبتحافظ عليه وبتديله كل حب وكل حنان واكتر واحده بتخاف عليه يفتكر فجاه ان هو افتقدها فيرجع يلاقيها فاتحه له دراعتها لا يا حبيبتي احنا مش هنتحرق حد يرجع تروحي قافله الباب في وشه على طول وده الحل الامثل للشخصيات اللي زي دي اللي هم اشباه الرجال زي ما بنقول في برنامجنا كنت معاكم دينا ابو العيله في ضد الرجاله وهستناكم الحلقه الجايه وما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش تتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي